طيب زي ما قلنا من شوية ان التايبس بتاعت الووتر تيب بويلرز تتقسم على حسب السيركليشن اللي بيحصل، هل هو ناتشرال سيركليشن ولا فورست سيركليشن ولا مفيش سيركليشن خالص وبيبقى وانس ثرو بويلر. ناتشرال سيركليشن ده بيبقى اكتر من 80% من الووتر تيب بويلرز بتستخدم النوع ده من السيركليشن، وناتشرال سيركليشن ده بيحصل لو كان الضغوط يعني بعيد عن الكريتيكال بريشر، يعني ضغوط عاليه بس بعيده شويه عن الكريتيكال بريشر، فبيكون فرق الكثافه عندي كبير فعمليه السيركليشن دي بتحصل من نفسها. في الفورس سيركليشن بيكون الضغوط عاليه جدا وبتكون قريبه جدا من الكريتيكال بريشر، فبيبقى الفرق في الكثافه ما بين الميه والبخار قليله، فعملية السيركليشن دي مش هتحصل من نفسها، فببقى محتاج external force وهو البامب. ال once through boilers ده بيستخدم مع البريشرز العالية جدا، بتكون critical و super critical pressure، ودي عملية التبخير بتحصل على مرة واحدة من غير أي circulation. طيب ندخل بقى على جزء بتاع المسائل اللي هو thermal analysis. لو أنا عندي point 2 دي اللي داخلة على البويلر و point 3 اللي خارجة من البويلر، هلاقي عندي نقطتين زيادة، point اسمها A مثلا و point اسمها B. الايكونومايزر او الجزء عندي في الغلايه بيبقى شغال ما بين نقطه 2 و A، بيسخن الميه بس لكن مش بيبخر، وبعدين A دي بتدخل جوه الايفابوريتر، الجزء الكبير بقى جوه الستيم جنريتر، ده بيكون المسؤول عن التبخير. في الاول بيسخن الميه بس يوصلها للساتوريشن وبعدين يبخرها بالكامل يطلعها ساتوريتد فيبر. اخر جزء بقى اللي هو من B ل 3 ده بيكون السوبر هيتر هو اللي شغال وبيضيف لي حراره للبخار اللي هو الساتوريتد فيبر عشان يطلعه سوبر هيتد ستيم. كمية الحرارة المضافة في البويلر بتساوي الحرارة المضافة في الثلاث أجزاء Q Economizer plus Q Evaporator plus Q Superheater، وكل واحدة فيهم من الـ First Law of Thermodynamics بتساوي M dot steam في فرق الانثالبيز في الجزء بتاعها، فهنا HA minus H2 وهنا HB minus HA وهنا آخر واحدة H3 minus HB. الثلاثة دول مجموعين على بعض بيساوي طبعا لو عملت heat balance على البويلر من أوله لآخره فهيبقى M dot steam في H3 minus H2. هذه المعادلة اللي أنا كنت بستخدمها في Therm 1 وفي Therm 2، يعني مكنتش بهتم بكل جزء بيعمل ايه، انا كنت عايز اشوف كميه الحراره المضافه في البويلر مره واحده وخلاص. دي كده كميه الحراره اللي اتضافت للستيم، يعني ده الهيت جين اللي حصل. طب ما انا ممكن احسب كميه الحراره دي من ناحيه الجازز اللي هي كميه الحراره اللي الجازز دي فقدتها، فدي هتساوي ايه؟ الجازز ما بتعملش فيز تشينج، فهي بتفقد حراره سنسبل، يبقى كميه الحراره اللي الجازز دي فقدتها بتساوي ايه؟ ام دوت جازز في السي بي بتاعت الجازز في درجه حراره الجازز اللي كانت داخله بيها على الغلايه ناقص درجة حرارة الجاز اللي هي طالعة بيها من الغلاية. ده كده كمية الحرارة اللي الجاز دي فقدتها هي نفسها كمية الحرارة اللي الستيم اكتسبتها. طيب ده سكيماتيك لازم نبقى حافظينه. دول الثلاث أجزاء رئيسية اللي هم أول ثلاثة، ده جزء هناخده في السكشن الثاني إن شاء الله بتاع الاير بريهيتر. الثلاث أجزاء بيترسموا بالترتيب ده، أول جزء بالنسبة لي بيكون الإيفابوريتر، ده الجزء الكبير في الدايرة، بنرسم دايرتين فوق وتحت، ده اللي هو الستيم درام، وتحت دي بنسميها الووتر أو المد درام. التيوبز اللي طالعة دي اسمها الرايزر تيوبز، والحتة اللي بره دي بنسميها الداون كامر. طبعا الكلام ده كله الدكاترة غطيته معاكم بشكل كويس جدا، احنا بس لازم نبقى عارفين الرمز بتاع الإيفابوريتر في المسألة بيكون عامل ازاي. بعديه بنرسم الكويل بتاع السوبر هيتر، ده بيكون كويل عادي عامل كده، وبعدين الايكونومايزر بنرسمه بالشكل ده. انا المفروض ان انا عندي الايكونومايزر مثلا داخل له بوينت 1، بوينت 1 دي هتطلع كده تسخن تطلع بوينت 2، بوينت 2 بتدخل على تاني بارت عندي في الستيم جنريتور اللي هو الايفابوريتر، بتخش له من الستيم درام ماشي. بعدين الستيم درام دي بتنزل الميه في الداون كامر لحد الووتر درام، وبعدين بتبدا الميه دي تطلع في الرايزر تيوبس تسحب حراره من الجاز فتبدا تتبخر، والبخار والميه دول بيطلعوا في الاخر يخشوا تاني على الستيم درام، فالستيم درام تعمل سيبريشن للميه والبخار، فالميه بتنزل تاني في الداون كامر والبخار بيطلع من الستيم درام من فوق ويدخل على الجزء الثالث في الغلايه هو السوبر هيتر. السوبر هيتر بيسخنها وبيطلع بقى بوينت 4 سوبر هيتد ستيم بيدخل على التربينه. الاير بريهيتر ده جزء زياده بيسخن لي الهواء، هنفهم ايه لازمته كمان شويه. طب ده كده بالنسبه لسكه المايه، عايزين نشوف سكة الجازز. الجازز بتبدأ عندي منين؟ بتبدأ عندي من جزء الإيفابوريتر. أنا بيبقى عندي البرنرز موجودة جوه الإيفابوريتر، بيخش للبرنرز هواء سخن وبيخش له فيول، بيحصل عملية كومباستشن، هو ده موضوع السكشن ده، فبيطلع جازز بدرجة حرارة عالية جدا بنسميها تي فلايم، تكون أعلى درجة حرارة للجازز. الجازز دي بتعدي على المواسير بتاعة الإيفابوريتر بتنقل حرارتها للمية اللي بتتبخر، فدرجة حرارتها بتقل شوية،
بنسمي درجة الحرارة اللي الجهاز طالع بيها باسم الكومبوننت اللي هي داخلة عليه. فهي المفروض الجهاز دي طالع من الايفابوريتر داخلة على السوبر هيتر، فبنسمي دي درجة حرارة ال T سوبر هيت، بتكون طبعا أقل من ال T فليم نتيجة إن الجهاز فقدت حرارة. الجهاز بتدخل ب T سوبر هيت على السوبر هيتر، بتفقد حرارة شوية، بتطلع بدرجة حرارة أقل اللي هي بنسميها T ايكونومايزر. سميناها ال ايكونومايزر عشان داخلة على الايكونومايزر. ال T ايكونومايزر بتدخل على ال component اللي هو ال ايكونومايزر، في درجة حرارة الجهاز بتقل شوية. لو انا عندي اير بري هيتر، فالجهاز دي هتطلع بدرجه حراره بنسميها تي اير بري هيتر، لان الجهاز اللي جاي اسمه اير بري هيتر. لكن لو ما عنديش، كانت الجهاز دي هتطلع من الايكونومايزر بدرجه حراره التشيمني اللي هي المدخنه اللي هي هرميها بيها بقى خلاص. فدي ممكن تكون تي اير بري هيتر لو عندي اير بري هيتر، ممكن تكون تي تشيمني لو انا ما عنديش اير بري هيتر. طيب نتكلم الاول على الميه وبعدين على الجاز. انا عندي كام نقطه للميه؟ عندي 4: دخول الايكونومايزر، خروج الايكونومايزر اللي هو نفسه دخول الايفابوريتر، وبعدين خروج الايكونومايزر اللي هو نفسه دخول السوبر هيتر، وبعدين اخر حاجه خروج السوبر هيتر. 1 2 3 4. طبعا الاربعه نقط دول بيكون عندهم نفس الضغط اللي هو ضغط الغلايه، او بيدين ضغط الغلايه في المساله بيكون هو ده البريشر بتاع كل البوينتس دي، لان ده هيت اكستشينجر المفروض انه ما بيحصلش فرق في البريشر. طيب لو عايزين نجيب الانثالبيز بتاعه كل بوينت فيهم عشان اعرف اعمل حسابات الهيت، بوينت 1 وبوينت 2 بيتجابوا بنفس الطريقه. عندنا طريقتين، يا اما لو اداني درجه حراره بوينت 1 ودرجه حراره بوينت 2 ممكن على طول اجيب اتش 1 سي بي بتاع الميه في تي 1، ونفس الكلام اتش 2 عباره عن سي بي في تي 2، لان النقطتين دول بيكونوا سب كولد ليكويد، فنقطه السب كولد ينفع اطبق قانون اللي هو الاتش بيساوي سي بي في تي، وطبعا التي بتكون بالسلسيس، والسي بي بتاع المية احنا حافظين ان هو 4.18. دي اول طريقة. الطريقة التانية وهي الاصح شوية، ان احنا ندخل على تيبل 3 ببريشر البويلر وتي 1 هنا، وبرضو عند بوينت 2 بندخل ببريشر البويلر وتي 2 اللي هي درجة حرارة خروج المية من الايكونومايزر. ده صح وده صح، بس طبعا السي بي في التي بتكون اسهل شوية. طيب بوينت 3 بقى، لو بصينا على نقطة 3، نقطة خروج الستيم من الستيم درام ودخوله على السوبر هيتر. والله هو ايديالي المفروض ان النقطة دي بتكون ساتوريتد فيبر. ساتوريتد فيبر يعني الاكس بتاعها بواحد، يعني النقطة دي اللي هي كنا بنسميها في سيرم 1 وفي سيرم 2 بوينت جي. فالمفروض ان الانثالبي بتاع نقطة 3 هو اتش جي عند ضغط الغلاية. يعني بدخل بقى تيبل 2 بالبريشر بتاع البويلر وهقول ان اتش 3 هو اتش جي. بس في بعض الاحيان بيحصل ظاهره اسمها كاري اوفر، يبقى بيحصل شويه ان بيحصل ان شويه من الليكويد نقط صغيره كده بتطلع مع البخار وتدخل جوه السوبر هيتر. ففي الحاله دي بيبقى البخار اللي طالع الاكس بتاعه مش بواحد، الاكس بتاعه اقل من الواحد شويه، بيكون مثلا 0.99 او 0.98، بيكون رقم كبير جدا بس مش واحد. ساعتها ده معناها ان دي نقطه ميكستشر، فلازم اطبق قانون الاكس عشان اجيب اتش 3. قانون الاكس كان بيقول ان اتش 3 بيساوي HF plus X في HD minus HF. طبعا HF و HD بيطلعوا من table 2 عند ضغط الغلاية، والX دي بتكون given، فبعرف اطلع H3. اخر حاجة بقى point 4 اللي هي نقطة السوبر هيت، ده بيكون مديني درجة حرارتها ومعايا ضغط الغلاية، فهدخل على table 3. محدش هنا يعمل CP في T، هنا المفروض ندخل على table 3 بالpressure والtemperature، او اللي عايز يوقعها على الشارت برضو صح ونقرأ H4. ده كده بالنسبه للميه. الجازز بقى احنا في السكشن ده هنتكلم بس على اول درجه حراره للجازز اللي هي التي فليم، والسكشن الجاي بنتكلم على بقيه درجات الحراره. الخط اللي احنا راسمينه ده اللي هو كاتبين عليه درجات حراره الجازز بنسميه الفلو جازز تمبرتشر ديستريبيوشن، توزيع درجات حراره الغازات. فاحنا النهارده هنتكلم بس على التي فليم دي اجيبها ازاي. التي فليم دي عشان اجيبها بعمل هيت بالانس على البرنر. هي التي فليم دي درجه حراره الجازز اللي طالعه من البرنر، فانا البرنر بالنسبه لي ده كده رسمته، بيخش له هواء وبيخش له فيول وبيطلع منه فلو جازز. الهواء بيدخل بماس فلو ريت بنسميه ام دوت اي، وبيدخل بدرجه حراره بنسميها تي اير. الفيول بيدخل بالام دوت فيول، وبيدخل بكالوريفيك فاليو معين. دي الحاجه اللي بنعرف بيها الفيول، الكالوريفيك فاليو بتاعه بكام. كل ما كان الكالوريفيك فاليو بتاعه اعلى، ده معناه ان هو هيديني حراره اكبر لما يتحرق. بيطلع بقى الجازز بام دوت جازز ودرجه حراره بنسميها تي فليم. فاحنا هنا ممكن نعمل ماس بالانس ونعمل انرجي بالانس. الماس بالانس ان احنا بنجمع الماسز اللي داخله وبنساويها بالماس اللي خارج، فام دوت اي بلس ام دوت فيول ده بيديني الام دوت جازز.
لو خدت m dot fuel common factor هيبقى m dot fuel في 1 plus air to fuel ratio، اللي هي m dot a على m dot fuel، دي عبارة عن الراتيو ما بين الاير والفيول، ده يديني m dot gases. المعادلة دي هحتاجها في الانرجي بالانس علشان نوصل لمعادلة التي فليم. الانرجي بالانس بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان سيجما انرجيز ان بيساوي سيجما انرجيز اوت، مجموع الطاقات اللي داخله بيساوي مجموع الطاقات اللي خارجه. فانا عندي نقطتين داخلين وواحده خارجه. النقطه اللي داخله الاولى هي الطاقه اللي موجوده في الهواء، النقطه الثانيه الطاقه اللي داخله او الجايه من الفيول، وهنا الطاقه اللي طالعه في الجازز. الطاقه اللي جايه لي من الهواء دي بتكون سنسبل ام دوت اي في السي بي بتاع الهواء في التي اير. فM dot air بيكون given مثلا ال CP بتاع الـ air 1.005 احنا حافظينه، والـ T air دي هيديها لي بكام، زائد M dot fuel في calorific value نفس الكلام، mass flow rate بتاع الفيول في calorific value كل ده givens، بيساوي M dot gases في CP gases في درجة حرارة الجاز اللي هي T flame دي اللي احنا بنحاول نجيبها. طيب اللي انا هعمله ان انا هقسم المعادلة دي كلها على الـ M dot fuel. لما اقسم المعادله كلها على m dot fuel، m dot air على m dot fuel ده اللي هو الاير تو فيول ريشيو في السي بي بتاع الاير في التي اير، من الترم الثاني الام دوت فيول هيطير خلاص، فهيبقى عندي الكالوريفيك فاليو بس. وهنا الام دوت جازز لما اقسمها على m dot fuel من معادله الماس بالانس هيديني ال1 بلس اير تو فيول ريشيو في السي بي بتاع الجازز في التي فليم. هجيب التي فليم في ناحيه لوحدها، هتساوي الكالوريفيك فاليو بلس اير تو فيول ريشيو في السي بي اير في التي اير على ال1 بلس اير تو فيول ريشيو في السي بي جازز. دي معادلة التي فليم احنا بنحفظها عشان نعرف نحل بيها المسائل، بس استنتاجها بسيط جدا للي مش عايز يحفظه يعني، بس طبعا محتاجين نبقى عارفين المعادلة دي عشان نعرف نحسب درجة حرارة الفليم تمبرتشر. طيب بالعقل كده احنا عايزين التي فليم تكون رقم كبير ولا رقم صغير؟ هنلاقي ان احنا عايزين حاجتين عكس بعض، احنا عايزين التي فليم ده يكون رقم كبير على قد ما نقدر. ليه؟ لان كل ما كان التي فليم عالي كل ما كان كمية الحرارة اللي موجودة في الفيول في الجاز السوري عالية جدا، فهعرف استفيد منها استفادة كبيرة جدا وسخن المية بشكل كبير. تمام؟ طيب ازاي ازود التي فليم؟ وهنلاقي ان المعادلة كلها ثوابت، يعني الكالوريفيك فاليو على حسب نوع الفيول انا مش بعرف اتحكم فيه، يعني خلاص طالما جبت فيول هيبقى بكالوريفيك فاليو معين. الاير تو فيول ريشيو برضو على حسب عملية الكومبشن، السي بي اير والسي بي جازز دي ثوابت. فهلاقي ان انا لو عايزة ازود التي فليم ده معناه ان انا المفروض اسخن الهواء شويه قبل ما يدخل على البرن، عشان كده بنستخدم الجهاز اللي اسمه الاير بريهيتر، وده هيدخل معايا في مسائل السكشن الجاي. كل ما كانت درجه حراره الهواء اعلى كل ما كان التي فليم اعلى، وكل ما كان التي فليم اعلى زي ما قلنا هنعرف نستفيد بالجاز بالحراره الموجوده في الجاز دي بشكل اكبر. طيب دلوقتي كل ما كانت درجة حرارة الفليم تمبرتشر أعلى طبعا بيحصل هيت لوسز للجاز طول ما هي ماشية، بس لو كانت تي فليم عالية جدا وأنا خلاص عارفة كل جهاز من الأجهزة اللي موجودة جوه الستيم جنريتور بيسحب حرارة قد إيه، هلاقي إن درجة حرارة خروج الجاز دي من البويلر اللي هي بنسميها تي تشيمني عالية جدا. طب هل دي حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة؟ احنا بنبقى عايزين درجة حرارة التشيمني تقل قوي. ليه؟ لان كل ما كانت درجة حرارة التشيمني قليلة ده معناها ان انت استفدت بالحرارة اللي موجودة جوه الجازز اكتر، بدليل ان انت قللت درجة حرارتها قوي فقدرت اسحب منها حرارة كتير جدا تروح للمية تبخرها. لكن المشكلة ان لو درجة حرارة التي تشيمني دي قلت جدا بيحصل عندي ظاهرة بتاعت الفورميشن اوف سلفيوريك اسيد. دلوقتي لو ده مثلا مثال ده كده نوع من انواع الفيول C2H4، ده مش بيكون بيور فيول، ده بيكون فيه نسبه سلفر. المفروض عمليه الكومبشن هي ان انا بخلط ده بالهواء فبيطلع عندي البرودكتس بتاعه الكومبشن اللي هي بتانكلود السي او 2 والاتش 2 او. فعند درجات الحراره العاليه الاتش 2 او ده بيكون جاز، لكن لو قللت درجه حراره الجاز قوي وهي ماشيه يعني وصلت التيتش من درجه حراره قليله جدا هبدا الاقي ان الاتش 2 او ده يبدا يتكثف، مش هيفضل فيبر زي ما هو، لا ده هيبدا يتحول لليكويد. لما يتحول لليكويد وعندي نسبة سلفر هيتكون عندي H2SO4 وده حمض بيبدأ ياكل جوه المواسير بتاعة البويلر. فببقى عايز أقلل درجة الحرارة عشان استفيد بالحرارة اللي موجودة في الجازز، وفي نفس الوقت مش عايزاها تقل قوي علشان ما يتكونش عندي السلفيوريك أسيد وياكل في المواسير. تمام؟ آخر فيديو بقى إن شاء الله هنتكلم على الكومبشن إيكويشن ونحل أول شيء بتاع الفليم تمبرتشر.